بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن التوحيد هو أول الدين وآخره وظاهره وباطنه، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، وهو أول ما يدخل به المرء في هذا الدين، وآخر ما يخرج به المؤمن من الدنيا. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ولأجله خلقت الخليقة، وأرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، وانقسم الناس إلى قسمين: أهله، أهل التوحيد، أهل الإيمان، وأهل ضده، وهو الكفر بالله والشرك به سبحانه وتعالى واتخاذ الأنداد. وقد أعد الله سبحانه وتعالى الجنة لأهل الإيمان، وأعد النار للكافرين. ومقام التوحيد من الدين مقام عظيم، ومنزلته فيه منزلة عليا. فعلى التوحيد يقوم دين الله سبحانه وتعالى، فهو للدين كالأصول للأشجار وكالقواعد للبنيان. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وبين أيدينا مؤلف نافع وكتاب قيم أفرد في بيان التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الذي هو زبدة الرسالات وخلاصتها، الذي هو أساس دين الله الذي عليه قيام الدين. لمؤلفه الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، وهو كتاب فريد في بابه، عظيم في مراده ومقصوده، واف في جمعه وتبويبه وترتيبه. أقامه رحمه الله تعالى على الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، عقد فيه ما يزيد على 60 بابا كلها مبنية على الأدلة. يورد الباب ثم يسوق أدلته من كتاب الله وسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقد سلك فيه رحمه الله طريقة أئمة الحديث الأول كالبخاري وغيره من أئمة الحديث، يبوب ويكتفي بذكر الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد نفع الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب خلقا عظيما في إصلاح التوحيد وبيان حقيقته
والتحذير من ضده الشرك بالله وبيان خطورته وعواقبه الوخيمة وبيان حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده عليه الصلاة والسلام للذرائع المفضية إلى الشرك بالله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. وبإذن الله سبحانه وتعالى نعقد هذه المجالس في هذا الشهر المبارك في مدارسة هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد، راجين من الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا الجلوس لمدارسته أن ينفعنا بمنه وكرمه عظيم النفع، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا حسن فهم التوحيد، وأن يرزقنا تحقيقه على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى. وسيكون التعليق على الكتاب تعليقا متوسطا يقصد فيه فقط بيان المقصود من كل باب وبيان المقصود في الترجمة وعلاقة وبيان المقصود في أدلة الباب وعلاقة كل دليل بالترجمة، ثم بعد ذلك التعريج على المسائل بتوضيح مقاصدها ومراد المصنف رحمه الله تعالى بها بحسب ما ييسره الله جل في علاه. والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، توكلنا على الله وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المصنف رحمه الله تعالى سمى هذا الكتاب كتاب التوحيد، المصنف سماه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وسيأتي معنا في حديث معاذ رضي الله عنه ما يدل لذلك، أن التوحيد هو حق الله على عباده الذي خلقهم سبحانه وتعالى لأجله وأوجدهم لتحقيقه. وفي هذا الكتاب، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، أوضح المصنف رحمه الله تعالى التوحيد وبينه أعظم البيان وأوفاه، بعد أن بين رحمه الله تعالى أهمية التوحيد ومكانته وفضائله، وأنه مقصود الخلق وزبدة الرسالات وأول دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام، ولأجله أنزلت الكتب. وفي كل ذلك سيأتي الأدلة فيما ساقه رحمه الله تعالى. وأيضا ذكر في الكتاب ما ينافي التوحيد، وبين ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد كل المنافات، وأيضا بين ما ينافي كمال التوحيد الواجب من الشرك الأصغر والبدع
ونحو ذلك، بين ذلك كله بالأدلة، بين ذلك كله بالأدلة في حسن تبويب وحسن عرض للأدلة على ذلك من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بدأ بالكتاب أو بدأ الكتاب بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بكتاب الله عز وجل وتأسيا بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والبدء بالبسملة هو استعانة بالله وطلب مد وعون من الله، فالمؤلف لما يبسمل في أول تأليفه يطلب من الله عز وجل المعونة له في الوفاء بالمقصود وتحقيق الغاية والمراد من المؤلف والسلامة من الخطأ والزلل، في كل ذلك يطلب من الله المد والعون، فيبدأ ببسم الله ثم أتبع ذلك بالحمد والثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. كتاب التوحيد، وهذا فيه التأكيد أن مدار هذا الكتاب وما جمع فيه كله يتعلق بالتوحيد، كله يتعلق بالتوحيد الذي هو الغاية التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها. كتاب التوحيد أي المكتوب المؤلف المجموع لأجل بيان التوحيد. لم يضع رحمه الله تعالى مقدمة كما هي العادة في كثير من المصنفات يبين فيها المقصود من الكتاب، لكنه استغنى عنها بهذا الباب، هذا الباب الذي صدره بقوله كتاب التوحيد وبه بدأ. فكل من يقرأ قوله كتاب التوحيد مع كونه عنوا للكتاب عموما بكتاب التوحيد يفهم أن هذا الكتاب قصد بتصنيفه وأريد بتأليفه بيان التوحيد، ليس إلا بيان التوحيد بذكر خصائصه، ذكر حقوقه، ذكر مكملات التوحيد، التحذير من ضده الذي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، ضد التوحيد الذي ينافي أصل التوحيد الذي هو الشرك الأكبر، أو الذي ينافي كماله الواجب وهو الشرك الأصغر. ثم أيضا ضمن ذلك رحمه الله تعالى كما سيأتي ذكر النصوص في سد الذرائع، فهو عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد وصان جنابه وسد كل ذريعة تفضي بالناس إلى الشرك بالله عز وجل، وهذا من كمال نصحه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية بدأ بها وهي مشتملة على بيان أن التوحيد هو المقصد لخلق الثقلين الجن والإنس، هو المقصد لخلقهم، فهؤلاء الجن والإنس إنما خلقهم الله جل وعلا لأجله، إنما خلقهم لأجله. قال جل وعلا: وما خلقت، أي وما خلقت الجن والإنس أي الثقلين إلا لحكمة عظيمة وغاية جليلة ومقصد كبير بيّنه بقوله إلا ليعبدون. ذكر سبحانه وتعالى أنه فعل الأول، خلقت، وما خلقت، ذكر سبحانه وتعالى أنه فعل الأول من أجل أن يفعلوا هم الثاني يعبدون. خلق الأول
الذي هو الإيجاد، إيجادهم من العدم، من أجل أن يفعلوا هم الثاني الذي هو العبادة وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. وينبغي أن يعلم أن العبادة كل ما وردت في القرآن فالمراد بها التوحيد، العبادة كل ما وردت في القرآن فالمراد بها التوحيد، معناها توحيد الله، فالعبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد، مثل الصلاة لا تكون صلاة إلا بالطهارة، لا تكون صلاة إلا بالطهارة. وكما أنه يصح أن يقال في شأن من صلى بدون وضوء لم يصل، أن يقال في شأنه لم يصل، فكذلك يصح في شأن من عبد الله بدون التوحيد، دون أن يخلص الدين لله، أن يقال ما عبد الله، لأنه لا تكون عبادة الله حقا إلا بماذا؟ إلا بتوحيده. وعليه فإن معنى قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، أي إلا ليفردوني بالعبادة، إلا ليخلصوا الدين لله جل في علاه. نعم. قال رحمه الله: وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية الثانية مما أورده رحمه الله تعالى في بيان مكانة التوحيد. الأولى دلت على مكانة التوحيد من حيث أن التوحيد هو الغاية التي لأجلها خلق الخلق، وهذه الآية الثانية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فيها بيان مكانة التوحيد من جهة أنه المقصود من بعثة الرسل، ولها نظائر كثيرة في القرآن، مثل قول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله سبحانه وتعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر، أي الرسل، من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله، هذا هو المقصود. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، والآيات في هذا المعنى كثيرة. إذن هذه الآية تدل على مكانة التوحيد من جهة أن فيها بيانا لأن مقصود بعثة الرسل هو التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا من أجل ماذا؟ قال أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله أي أفردوه وحده بالعبادة وأخلصوا الدين له جل في علاه. واجتنبوا الطاغوت أي كونوا في جانب بعيدا عنه، اتركوه وفارقوه وكونوا في جانب بعيدا عنه، مثل ما قال إبراهيم الخليل عليه السلام في دعاء، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلنا في جانب بعيد عن الأصنام وعبادتها. واجتنبوا هذه الكلمة أبلغ من أتركوا، اجتنبوا هذه الكلمة أبلغ من أتركوا، لأن أتركوا تعني عدم الفعل، لكن اجتنبوا تعني عدم الفعل وماذا؟ وزيادة، تكون أيضا في مسافة بين الإنسان وبين هذا الأمر العظيم أو هذا الجانب الخطير. فإذا فيها الترك وفيها زيادة على الترك المباعدة، زيادة على الترك المباعدة. وقوله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذان هما ركن التوحيد، التوحيد يقوم على ركنين، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ركنان يقوم عليهما توحيد الله سبحانه وتعالى، نفي وإثبات، نفي العبودية بكل معانيها عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده.
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت من الطغيان. خلاصة كلام أهل العلم في معنى الطاغوت: ما تجاوز به العبد حده، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم. قال رحمه الله: وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. قال: وقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم ذكر بعدها إيتاء ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ثم ذكر أيضا جملة من النواهي: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تقفوا ما ليس لك به علم، ولا تمشي في الأرض مرحا. ذكر جملة من النواهي. بدأ هذه الأوامر بالأمر بالتوحيد، وختمها بالنهي عن الشرك، وختمها بالنهي عن الشرك. قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر سبحانه وتعالى وأوجب على ألسنة رسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. والقضاء يطلق في النصوص تارة يراد به القضاء الشرعي الديني، وتارة يراد به القضاء الكوني القدري، وهي هنا من النوع الأول. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي شرع، أي شرع. أما قول الله عز وجل: فقضاهن سبع سماوات، القضاء هناك ماذا؟ قضاء كوني قدري، قضاء كوني قدري. إذن قولها: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي شرع ووصى وأمر ألا يعبد إلا إياه. ثم إن السياق اشتمل على أوامر عديدة ونواهي عديدة تصل إلى 18 أمرا ونهيا. بدأت بأهم المهمات وأعظم الواجبات على الإطلاق توحيد الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فبدأت بالتوحيد الذي أهم المهمات، وختمت أيضا بالنهي عن الشرك، بالنهي عن الشرك، لأنه قال سبحانه وتعالى في خاتمتها: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة فلا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فختمت بالنهي عن الشرك، النهي عن الشرك. فدل ذلك، دل البدء بالتوحيد على أنه التوحيد من أهم المهمات، وأيضا النهي عن الشرك جاء في أول هذه الآيات وفي خاتمتها، لأن الآية التي قبل هذه الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فيها النهي عن الشرك. فبدأت الآيات بالنهي عن الشرك وختمت بالنهي عنه، وهذا يدل على أن الشرك أعظم المحرمات وأكبر الكبائر على الإطلاق. نعم. قال رحمه الله: وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. قال: وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية جاءت في سياق في جملة من الأوامر، جملة من الأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وهي تحديدا 10 أوامر اجتمعت في هذه الآية الكريمة. ولهذا بعض أهل العلم يسميها آية الحقوق العشرة، بعض أهل العلم يسميها آية الحقوق العشرة، لأن فيها 10 حقوق.
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه عشرة، هذه عشرة حقوق اجتمعت في هذه الآية الكريمة. ووجه دلالة الآية على المقصود أنه لما جمع في هذه الآية الحقوق العظيمة، الحقوق العشرة العظيمة، بدأت بماذا؟ بأعظم الحقوق وأكبرها، حق الله على العبيد. بدأت بأعظم الحقوق وأكبرها حق الله على العبيد، وهو قوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أمر من الله سبحانه وتعالى لعباده بالتوحيد. اعبدوا الله أي وحدوا الله، أفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وأيضا قرن الأمر بالعبادة بالنهي عن الشرك، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قرن الأمر بالعبادة التي فرضها على العباد بالنهي عن الشرك الذي هو أعظم المحرمات. فدل ذلك، دل ذلك على أن العبادة لا تصح إلا باجتناب الشرك، أن العبادة لا تصح إلا باجتناب الشرك، وأن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة، شرط في صحة العبادة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ضم إليها سبحانه وتعالى ولا تشركوا به شيئا. فمن عبد الله ولم يحقق قوله ولا تشركوا به شيئا لم يحقق العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، لأنها لا تتحقق إلا باجتناب الشرك. الحاصل أن هذه الآية فيها جملة من الحقوق، عشرة حقوق، وبدأت بالتوحيد، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك بالله. فدل ذلك على أن التوحيد هو أوجب الواجبات وأن الشرك أعظم المحرمات. نعم. قال رحمه الله: وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآية، وهي الآية الخامسة من الآيات التي ساقها هنا لبيان مكانة التوحيد العظيمة. والآيات الثلاث الأخيرة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، تشترك في أمر واحد، وهي أنها سيق فيها، جاءت في سياق ذكر جملة من الأوامر والنواهي. وفي كل ذلك كان البدء بماذا؟ كل ذلك كان البدء بالتوحيد، كل ذلك كان البدء بالتوحيد. فهنا ذكر فيها جملة من الأوامر والنواهي، أو ذكر فيها جملة من النواهي المحرمات. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. فجاءت منتظمة لجملة من النواهي التي حرمها الله عز وجل، وهذه المذكورات هي من أعظم المحرمات وأشنعها، بل إن أعظم المحرمات وأكبرها على الإطلاق الشرك، ويأتي في الدرجة الأولى في أعظم المحرمات، وقتل النفس المعصومة المحرمة والزنا والاعتداء على الأموال، كما قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، قال: لا إنما هن أربع، يعني أكبر المحرمات وأعظمها، ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. هذه أعظم المحرمات وأكبرها على الإطلاق. فإذا هذه الآية قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وما بعدها من آيات، فيها جملة من النواهي
بدأت بأخطرها وأعظمها وهو الشرك بالنهي عنه، لا تشركوا به شيئا. قل تعالوا، أي الخطاب من النبي عليه الصلاة والسلام موجه لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله، قل لهم يا أيها النبي تعالوا، أي أقبلوا وهلموا، أتلو عليكم الأمور التي حرمها الله. ثم تلاها عليه الصلاة والسلام الأمور التي حرمها الله، فجاء في مقدمتها النهي عن الشرك بالله، قال ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا. فذكر فيها جملة من المحرمات بدأت بالنهي عن الشرك بالله، بالنهي عن الشرك بالله، فدل ذلك على أن الشرك أعظم المحرمات وأخطرها على الإطلاق. نعم. قال رحمه الله: قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأراد من إراده رحمه الله تعالى لهذا الأثر أن يبين عظم شأن هذه الوصايا، في قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهي جملة من الوصايا العظيمة، أراد المصنف رحمه الله أن يظهر ويبين مكانة هذه الوصايا، فأورد هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قول الله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الخاتم هو الحلقة التي لها فص، المقصود من الخاتم الاستيثاق وضبط الأمور توثيقها، وقوله من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، أي كأن النبي عليه الصلاة والسلام كتب جماع الوصايا وأهم الوصايا في كتاب وطبع عليه بخاتم، والخاتم يستعمل للتوثيق وتأكيد الأمور. من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. قال رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. ثم ختم رحمه الله تعالى الباب بهذا الحديث، بهذا الحديث عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ جاء بالتعليم بهذه الصيغة، صيغة السؤال والجواب، وهذه صيغة نافعة وعظيمة جدا في التعليم، وتكثر في أحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال له أتدري
ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. أخرج التعليم بصيغة السؤال وصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأمكن في الاستفادة وأبلغ في الفهم للمقصود. وأيضا أكثر تشويقا، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال رضي الله عنه: قلت الله ورسول أعلم. لكن يقينا حدث حينئذ في نفسه ماذا رضي الله عنه؟ شوق عظيم لمعرفة ذلك، حدث في نفسه شوق عظيم لمعرفة ذلك. وهذا من نصح النبي عليه الصلاة والسلام، يشوق أولا ثم يعلم. يعني انظر التشويق ما أجمله في قوله عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. لو أنك هذا الحديث ما سبقا سمعته أبدا في حياتك، وجاءك شخص وقال لك: قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، وسكت، ماذا حدث في نفسك الآن وأنت المسلم المحب الراغب في الخير الحريص عليه؟ ماذا حدث في نفسك؟ ما رأيك لو قال لك غدا إن شاء الله أكمل لك الحديث؟ لو قال لك غدا أكمل لك الحديث، هل تقبل منه أو تصر عليه: إلا الآن تخبرني، والله ما أسمح لك إلا أن تخبرني الآن؟ لماذا؟ لأن حصل شوق، وهذا مقصود في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، مقصود يشوق الأمة إلى الخير، يرغبها فيه، يحفز النفوس، يهيئها للعلم وسماعه وتلقيه. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال رضي الله عنه: قلت الله ورسوله أعلم. ما كان عند الصحابة تكلف، كثير من الناس إذا سئل عما لا يعلم يتكلف جوابا، يقول تصيب أو تخطئ، المهم يجاوب، تكلف جوابا. الصحابة ما كانوا من المتكلفين. قلت الله ورسوله أعلم، قلت الله ورسوله أعلم. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من كان عنده علم فليقل به، وإلا فليقل الله أعلم. كان عنده علم فليقل به، وإلا فليقل الله أعلم. فقال رضي الله عنه: قلت الله ورسوله أعلم، قلت الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يعبدوه أي يفردوه بالعبادة ويوحدوه ويخلصوا الدين له وحده سبحانه وتعالى. ولا يشركوا به شيئا أي شيء من الشرك، لا قليلا ولا كثير. وعليه فإن من لما يخلص نفسه من الشرك لا يكون محققا العبادة ولا من أهلها ولا آتيا بها، لأنه لا يكون آتيا بالعبادة حقا إلا إذا خلص نفسه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا حق تفضل الله سبحانه وتعالى به على عباده، وأوجبه سبحانه وتعالى على نفسه تفضلا وتكرما وإحسانا منه سبحانه وتعالى على عباده. وعدهم بأن جزاء توحيدهم له وإخلاصهم الدين له ألا يعذبهم. وعد الله لا يخلف الله وعده سبحانه وتعالى. فإذا هذا الحق
حق إنعام وإكرام من الله وتفضل وإحسان منه سبحانه وتعالى على العباد، ليس هو حق استحقاق على وجه المقابلة، وإنما هو حق تفضل وإنعام وتكرم من الله سبحانه وتعالى على عباده. قلت يا رسول الله، قال معاذ لما سمع هذا الكلام العظيم المفرح، معاذ من صغار الصحابة رضي الله عنه، لما سمع هذا الكلام فرح به غاية الفرح وسر به غاية السرور، فقال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس، ألا أنقل لهم هذه البشارة العظيمة؟ ما هي البشارة؟ فضل التوحيد، البشارة فضل التوحيد ومكانته العظيمة وما فيه من تكفير للذنوب والتجاوز عن السيئات، وأن الموحد محقق لتوحيده لا يعذبه الله، من حقق توحيده لا يعذبه الله، وسيأتي معنا باب من حقق التوحيد دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. وهذا أيضا فيه استحباب البشارة، بشارة المسلم بالخير وبما يسره. قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تبشرهم فيتكلوا، في رواية قال أخاف أن يتكلوا، أخاف أن يتكلوا، ما معنى يتكلوا؟ أي يعتمدوا على فضل التوحيد، يتكلوا أي يعتمدوا على فضل التوحيد، ويتركوا ويتهاونوا في التنافس بالأعمال الصالحة التي فيها رفعة الدرجات وعلو المنازل. وجاء أيضا في بعض الروايات أن معاذ رضي الله عنه أخبر بذلك عند موته تأثما، أخبر بذلك عند موته تأثما. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. الشيخ رحمه الله تعالى طريقته في هذا الكتاب يبوب ثم يسوق الأدلة من الكتاب والسنة ثم يتبع ذلك بمسائل، المسائل مقصود المصنف تنبيه الطالب طالب العلم إلى حسن الاستفادة من الآيات والنصوص التي عرضت، فينبهه إلى الفوائد المستخلصة والمستنبطة من الأدلة التي ساقها رحمه الله تعالى في الباب. المسألة الأولى مسائل هذا الباب الحكمة في خلق الجن والإنس، وهذه ظاهرة في الآية الأولى أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الجن والإنس للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. قال رحمه الله: الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. أيضا من المسائل المستفادة من هذه النصوص أن العبادة هي التوحيد، أن العبادة هي التوحيد، بدليل أن الخصومة إنما وقعت فيه، كان عليه الصلاة والسلام إذا سأل المشركين من خلقهم، من خلق السماوات، من خلق الأرض، من خلق الجبال، من خلق الناس، يقولون الله، يقولون الله، يعترفون بأن الخالق لهذه المخلوقات هو الله سبحانه وتعالى، لكن إذا قال لهم اعبدوا الله خاصموه وامتنعوا من قبول قوله، إذا قال من خلق السماوات، من خلق الأرض، من خلق الجبال، من خلق الناس، يقولون الله ولا يخاصمون ولا ينازعون، لكن إذا قال من، إذا قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا امتنعوا، امتنعوا حبسا لأنفسهم وصبرا لها على عبادة الآلهة المتخذة، أن امشوا واصبروا على آلهتكم، أن امشوا واصبروا على آلهتهم، على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، يراد بكم ترك هذه الآلهة التي تعبدونها، فيمتنعون، يمتنعون من
الاستجابة، وخاصم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قالوا في إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، لولا أننا من أهل الصبر العظيم وإلا كاد أن يبعدنا عن الآلهة. الخصومة هنا، الخصومة هنا في اتخاذ الآلهة المعبودات المتخذة من دون الله. إذن أن العبادة هي التوحيد، العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه، لأن الخصومة فيه. الخصومة ليست في أن الله هو الخالق الرازق، وليست الخصومة في أنه يعبد، هم يعبدون الله لكن لا يخلصون العبادة له، لا يخلصون العبادة له، يعبدونه مع المعبودات الأخرى، وهذا يدل عليه الشرك الذي هو صفتهم. الشرك هو تسوية غير الله بالله. قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين. إذن أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه. نعم. قال رحمه المقصود بالتوحيد هنا توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم. قال رحمه الله: الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى ولا أنتم عابدون ما أعبد. الثالثة أن من لم يأتي به أي بالتوحيد لم يعبد الله، لا يكون المرء عابدا لله سبحانه وتعالى إلا إذا وحد الله، إلا إذا وحد الله. ولهذا جاء في سورة الكافرون قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، مع أن المشركين يعبدون الله في جملة ما يعبدون، ومع ذلك نفى عنهم عبادة الله، قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، لا تعبدون الله، لأنه لا يكون المرء عابدا لله حقا وصدقا إلا إذا وحد الله، إذا وحد الله وأخلص دينه لله. نعم. قال رحمه الله: الرابعة الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم، الحكمة في إرسالهم الأمر، أمر أقوامهم بالتوحيد وعبادة الله، وهذا تدل عليه الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال رحمه الله: الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. نعم، لأن الله عز وجل قال: ولقد بعثنا في كل أمة، ولقد بعثنا في كل أمة، فهذا يفيد أن الرسالة عمت كل أمة. نعم. قال رحمه الله: السادسة أن دين الأنبياء واحد. لما أخبر سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، دل ذلك على أن دين الأنبياء واحد وهو التوحيد، أن دين الأنبياء واحد وهو التوحيد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، أي الشرائع تختلف من نبي إلى آخر، كما قال الله سبحانه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم. قال رحمه الله: السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم، يعني من شرط الاستمساك بالعروة الوثقى أن يكفر بالطاغوت، كما جاء في الآية التي تلي آية الكرسي قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني استمسك بلا إله إلا الله. فلا يكون العبد مستمسكا بلا إله إلا الله إلا بالكفر بالطاغوت. إذن هذه مسألة مثل ما أشار كبيرة، وهي أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. قال رحمه الله: الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. نعم، لما أمر الله سبحانه وتعالى أو ذكر سبحانه وتعالى في الآية أن مقصود بعثة الرسل عبادة الله واجتناب الطاغوت، أفاد هذا أن الطاغوت عام، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أفاد هذا أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، لأن العبادة حق من؟ حق الله سبحانه وتعالى،
العبادة حق الله سبحانه وتعالى. فلما قال جل وعلا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أفاد ذلك أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، في كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. نعم، عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، بدءا من قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى نهاية الآية قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. هذه ثلاث آيات عظيم شأنها عند السلف، وقد مر معنا أثر ابن مسعود رضي الله عنه الذي نقله المصنف في بيان مكانة هذه الآيات، قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات، فليقرأ هذه الآيات. و قال رحمه الله تعالى: فيها عشر مسائل، يعني هذه الآيات فيها عشر مسائل. أول هذه المسائل النهي عن الشرك، أولها النهي عن الشرك بالله سبحانه وتعالى، واتبعت ببر الوالدين، وهو أعظم الحقوق، حقوق الناس بعضهم لبعض بعد العبادة، ولهذا يأتي حق الوالدين مقرونا بحق الله في آيات كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل. فبدأت بالنهي عن الشرك، ثم الوصية بالوالدين، ثم ذكرت جملة من الوصايا، حتى ختمت بالأمر بالاتباع والسلوك لصراط الله المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. نعم. قال رحمه الله: العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. نعم، الآيات المحكمات في سورة الإسراء، في سورة الإسراء بدءا من قوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، وانتهاء إلى قوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، فلا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فبدأت هذه الآيات بدأت هذه الآيات بالنهي عن الشرك، وختمت بالنهي عن الشرك، فدل ذلك على أن الشرك أعظم النواهي وأعظم المحرمات وأخطرها. نعم. قال رحمه الله: الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم، آية النساء قال الشيخ رحمه الله: وتسمى آية الحقوق العشرة، تسمى آية الحقوق العشرة لأنها اشتملت على عشرة حقوق، اشتملت على عشرة حقوق، بدأها الله سبحانه بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فدل ذلك على أهمية التوحيد، وأنه أوجب الواجبات وأعظم الفرائض على الإطلاق. نعم. قال رحمه الله: الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. نعم، التنبيه على وصية النبي صلى الله عليه وسلم عند موته هذا مستفاد من الأثر الذي ساقه رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. معرفة حق الله علينا أي معرفة حق الله علينا أي أن نعبد الله، حق الله علينا أن نعبد الله ونخلص الدين له وأن نفرده بالعبادة وأن لا نشرك به سبحانه وتعالى شيئا، وهذا حق أوجبه الله على العباد ويحاسبهم على التفريط فيه أشد الحساب. نعم. قال رحمه الله: الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. نعم، إذا أدوا حقه أي الذي هو عبادته وإفراده بالعبادة ألا يعذبهم، ألا يعذبهم، وهذا حق أوجبه سبحانه وتعالى على نفسه تفضلا وتكرما. نعم. قال رحمه الله: الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. نعم، لأن معاذ رضي الله عنه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. إذن ما دام أنها خفيت على معاذ، ثم معاذ يقول رضي الله عنه: ألا أبشر الناس، يعني أخبرهم بذلك، ثم نهاه النبي عليه الصلاة والسلام لئلا يتكلوا على ذلك. نعم. قال رحمه الله: السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. نعم، إذا كان في الكتمان مصلحة لمن كتم عنها العلم أو كان في درء مفسدة في كتمان العلم فلا بأس بذلك، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تخبرهم. أفلا أخبر الناس؟ قال: لا تخبرهم، نهى عن ذلك. وهذا النهي عن شيء من العلم من أجل المصلحة. المصلحة ما هي؟ فيتكلوا، في رواية قال: أخاف أن يتكلوا. نعم. قال رحمه الله: السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. نعم، لأن معاذ رضي الله عنه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ألا أبشر الناس، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فهذا فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره. نعم. قال رحمه الله: الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. نعم، وهذا مستفاد من قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه: لا تبشرهم فيتكلوا، فهذا فيه الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. نعم، قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم، لأن معاذا رضي الله عنه لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. ولهذا تقدم معنا قول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان عنده علم فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم. نعم. قال رحمه الله: العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. نعم، العشرون جواز تخصيص بعض الناس ببعض العلم دون بعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو واضح في هذا السياق خص معاذ ببعض العلم دون بعض، أي دون باقي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أو دون بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال رحمه الله: الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. نعم، تواضع النبي عليه الصلاة والسلام بركوب الحمار والإرداف عليه، وهذا كما هو في الحديث: ركب الحمار وأردف معه معاذ رضي الله عنه، وقد أردف عددا عليه الصلاة والسلام من الصحابة معه على الحمار، منهم الفضل بن عباس، ومنهم أسامة بن زيد، ومنهم معاذ، وغيرهم من الصحابة، وقد جمعهم أحد أهل العلم في كتاب مطبوع
بعنوان من أردفهم من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار. نعم. قال رحمه الله: الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. نعم، جواز الإرداف على الدابة، لكن إذا كانت مطيقة، إذا كانت مطيقة تحتمل ذلك وتطيق ذلك. نعم. قال رحمه الله: الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. نعم، واضح الحديث في الدلالة على فضيلة معاذ ومكانته، اصطحاب النبي صلى الله عليه وسلم له وإردافه له وتخصيصه بهذا العلم مع صغر سنه رضي الله عنه وأرضاه في ذلك الوقت. نعم. قال رحمه الله: الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. المسألة المراد بها حق الله على العباد وحق العباد على الله، وهذه مسألة عظيمة وكبيرة جدا، بل هي أكبر المسائل وأهمها على الإطلاق. نعم. قال رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرًا.